أنب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران لافتتاح معرض البحرين الدولي للطيران 2016، وذلك صباح اليوم في قاعدة الصخير الجوية. المعرض يستمر حتى 23 يناير الجاري بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة وكبرى الشركات العالمية في مجال الطيران وخدمات المساندة والنقل الجوي. ولدى وصول سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة كان في الاستقبال سمو الشيخ محمد بن سلمان الخليفة نجل صاحب السمو ولي العهد وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالمملكة من مدنيين وعسكريين ورؤساء وفود الدول المشاركة في المعرض وضيوف البلاد من الدول الشقيقة والصديقة. وقد ألقى سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات كلمة أكد فيها أهمية قطاع الطيران كونه دعامة أساسية للتنمية في البحرين، إضافة إلى حجم الاستثمار الكبير في هذا الحقل ليشمل دعم البنى التحتية. كما أشار الوزير إلى النجاحات التي حققها معرض البحرين الدولي للطيران منذ إنشائه في 2010، وتحدث عن مشروع تحديث مطار البحرين والذي يجري العمل فيه وسوف يستقبل 15 مليون مسافر. وبهذه المناسبة رفع سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران إلى مقام جلالة عاهل البلاد المفدى أسمى آيات التهنئة على نجاح تنظيم معرض البحرين الدولي للطيران، والذي يعد إنجازا إضافيا للإنجازات التي تحققت لمملكة البحرين في ظل عهد جلالته الزاهر وتحقيق الطموحات التي نتطلع لها في مجال الاستثمار في صناعة المعارض ومجال الطيران ويدعم الاقتصاد الوطني. مؤكدا سموه أن الرعاية السامية لجلالة الملك المفدى وتوجيهاته ومتابعة جلالته كانت حافزا للظهور بهذا المعرض الهام بأفضل المستويات وإبراز هذا الحدث الدولي وتبوئه المكانة العالمية التي تليق بهذه الرعاية السامية والتي أسهمت في نجاحه والمشاركة الدولية الواسعة فيه. وأكد سمو أن هذا المعرض يواصل نجاحاته من دورة إلى أخرى حتى أصبح موضع إشادة وتقدير ليس على المستوى الوطني فحسب، بل على المستويين الإقليمي والعالمي. ونوه سموه إلى أن صناعة المعارض واستقطابها بمختلف قطاعاتها تعد من الأهداف الأساسية التي نتطلع أن ترفد الاقتصاد وتعمل على إيجاد أنشطة موازية، مشيرا إلى أن المعرض أصبح من الأنشطة الاقتصادية والسياحية المرتقبة خاصة في وجود البنية الأساسية والمتمثلة بقاعدة الصخير الجوية وما تضمه من مرافق متعددة تشجع على تنظيم هذا النوع من المعارض ذات المستوى العالمي. وتوجه سمو بالشكر والتقدير لوزارة المواصلات والاتصالات وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للمعرض على الجهود المتميزة التي قاموا بها والتي استطاعت استقطاب كبريات الشركات العاملة بقطاع الملاحة الجوية. كما توجه سموه بالشكر لقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والإعلام واللجان التنظيمية على ما بذلوه من جهود فاعلة في سبيل الظهور بهذا المعرض بأفضل المستويات، ومشيدا سموه بالإمكانات البشرية والفنية البحرينية القادرة على تنظيم واستضافة المعارض الكبرى. Thank you.
اليوم عاد ليقف في دائرة الضوء من جديد، يحمل في جعبته كل مميز في قطاع الطيران. مملكة البحرين التي أثبتت قدرتها على استضافة معرض البحرين للطيران في نسخه الماضية، ها هي اليوم تستضيف النسخة الرابعة وسط مشاركة نخبة كبيرة من ألمع نجوم صناعة الطيران. النسخة الرابعة تتميز من كثافة المشاركة من الشركات والدول. لا يخفى عليكم بأن حوالي هناك 130 شركة من 34 دولة طبعا شاركت في هذا المعرض. في أمور كثيرة اللي هو يميز عن النسخ السابقة، طبعا الفعاليات المصاحبة لهذه النسخة كثيرة، منها طبعا المؤتمرات اللي بتصير إن شاء الله خلال يومين القادمين. نؤكد العلاقة الطيبة بين المغرب والبحرين، ثم أيضا لكي نؤكد دعمنا لمثل هذه المبادرة. أنا أعتقد أن المعرض غير معزول عن الديناميكية التي تعرفها البحرين ومنطقة الخليج. البحرين تهدف إلى أن تكون يعني هاب بالنسبة لدول الخليج وبالنسبة للمنطقة كافة، وتريد أن تجعل من الطيران المدني أحد أهم الوسائل لكي تحقق هذا الموقع الاستراتيجي للبحرين. طبعا هذا رابع معرض العرض الجوي في البحرين أنا أحضرها. في الحقيقة أنا أشوف سنة بسنة في ازدياد في المشاركين والعارضين وعدد الطائرات المشاركة، وفي الحقيقة يعني التسهيلات والاستقبال كان جيد جدا جدا جدا. نشوف كل سنة بعد سنة يتطور، وأيضا الشركات العارضة تزيد ونوعية الطائرات التي تعرض سواء العسكرية منها أو المدنية ذات مستوى عالي. فريق فرسان الإمارات أو القوات الجوية الإماراتية دائما تكون حريصة على المشاركة في معرض البحرين الدولي. مملكة البحرين طبعا دولة شقيقة، ونحاول نحرص دائما إنجاح هذا المعرض وإثراء هذا المعرض بقيمة وإثارة وإبهار للحضور إن شاء الله. المعرض في يومه الأول شهد إقبالاً كبيراً وعروضاً جوية أبهرت الحضور، عدا عن حسن التنظيم والفعاليات المصاحبة له. بوادر النجاح تلوح في أفق هذا المعرض الذي جاء في يومه الأول وبنسخته الرابعة، وهو يحمل كل جديد في قطاع الطيران. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.